يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول أشكل علي الخلاف الحاصل بين العلماء في كفر تارك الصلاة وعدمه، مع الإجماع على كفره عند الصحابة كما ذكر ذلك عبد الله بن شقيق. نعم، الصحابة مجمعون على أن من ترك الصلاة تهاونا فإنه يكفر، وإنما الخلاف جاء بعدهم، الخلاف جاء بعدهم، والصواب والراجح أنه يكفر الكفر الأكبر. وعلى كل حال يكفر، لكن هل كفره كفر أصغر أو كفر أكبر؟ الراجح أنه كفر أكبر. نعم.